شكرا يوسف عطوة على تعليقه المتميز. وبهدف وحيد استطاع أسوان الفوز على السكة الحديد. الهدف أحرزه محمد أسامة من ضربة جزاء في الشوط الأول في الدقيقة 44. بالضربة الجزاء ده والهدف أول 3 نقاط أسوان يتحصل عليها من السكة الحديد أو من ملعب السكة الحديد طبعا سيد المقاولون العرب. لكن المباراة كان في الشوط الأول السكة أفضل حتى أتى الهدف الأول والوحيد لأسوان. أما الشوط الثاني فمحاولات السكة للأمانة لم تسعفها للعودة مرة تانية. وفي نفس الوقت في مباريات تانية كانت شغالة طبعا مع الماتش السكة حديد وأسوان اللي انتهى بهدف وحيد لأسوان محمد أسامة في الدقيقة 44 من الشوط الأول من ضرب الجزاء. القناة بتخسر على أرضها 4-3 من المقاولون، 7 أهداف في مباراة واحدة. ولافينا بيفوز على أرضه على الراية 2-0، وكهرباء الإسماعيلية بيخسر 2-1 من بيروت، وسبورتنج بيفوز على بترول أسيوط 2-0، وطبعا السكة بيخسر قصاد أسوان. كابتن طارق، مباراة السكة وأسوان نتيجتها أنا شخصيا بعد الكلام الكتير والصفقات الكبيرة والنوعية في قيمها المالية كنت أعتقد أن السكة هيقدم أفضل من كده في أولى المباريات. هل أسوان تعامل بشكل جيد كابتن حسام عال مع فكر أحمد عبد الرؤوف؟ الروح القتالية تنتصر على المال. حلو، دي ماشي. ده عنوانك أو عنواني للشوط أو للماتش كله. فرقة أسوان بتلعب بروح قتالية عالية جدا على رغم النقص العددي، تمركزات بعض اللعيبة فيها أخطاء كتير جدا. الله يكون في عون الكابتن حسام عبد العال، لأن خد بالك برضو تاني هنعيد تاني الجزء من اللي قلناه في الشوط الأولاني. إن عدد كبير جدا من اللعيبة اللي بتلعب مش بتلعب في مراكزها الأساسية، والراجل مغير بسبب العدد النقص العددي اللي موجود عنده عشان إيقاف القيد اللي حصل على أسوان. إنما الأصل في الموضوع إن اللعيبة لعبت بروح قتالية عالية جدا جدا. فرقة السكة حاولت كتير بس بدون فعاليه، اشتغلوا كتير بس بدون ايجابيه. الثاني مفيش محاولات تقريبا، لا في بس مش المحاولات اللي هو ايه الكثافه العدديه جوه ال 18 مش موجوده. عدد اللعيبه اللي بتعرف تشتغل من على الجنبين على الرغم ان الكابتن عبد الرؤوف عمل تغييرات وكل حاجه، انما طول الوقت 2 لعيبه جوه ال 18 وانا مغلوب 1-0 وبلاعب فرقه اوريدي متمركزه. كثافه هجوميه كبيره، كثافه هجوميه كبيره من لعيبه السكه الحديد على اسوان قليله جدا جدا جدا. زائد كمان ان الشوط الاولاني الفرص اللي ضاعت او الانفرادات اللي ضاعت من نادي السكه الحديد ادت الروح وادت الثقه لعيبه السكه لعيبه الاسوان ان التوفيق النهارده مش بتاع السكه او معانا. خاصه كمان التميز الكبير جدا لحارس مرمى نادي اسوان صحيح يوسف اللي هو احمد اسلام سليمان. وده بصراحه من نجوم اللقاء اللي حافظ على شباكه نظيفه يعني النهارده. تدي له نجم اللقاء من نجوم اللقاء المباراه ولا تدي مين رجل لا المباراه؟ لا هو رجل المباراه النهارده من وجهه نظري، لان النهارده شال كور صعبه جدا وامن ديفنسو اللي هو اوريدي مش في الاساس دي خط ديفنس بيلعبوا مراكز تاني. زائد ان هو النهارده في كور اختبارات صعبه جدا، في اوقات كان بيطلع يريح لعيبته كل الكور العاليه بتاعته الخطوره على نادي اسوان ما كانتش، او هو بيحاول ان هو يحجم من الخطوره بتاعه فرقه السكه الحديد بشكل كبير جدا كحارس مرمى. صحيح اللي فرق بين الفرقتين هو الروح القتاليه بتاعت نادي السكه، الروح القتاليه. لكن كابتن اشرف كان ليك وجهه نظر معانا بين الشوطين واحنا بره، قلت ان اسوان حاسس كده انها كانت بتعمل خداع استراتيجي قبل المباراه. ده حقيقي، ممكن فعلا تقول للناس ايه هو الخداع اللي انت شايفه؟ يمكن انا قلت لك ان انا متابع يعني الميديا بتاعت كل صحيح الفرق. لاحظت اسوان بقاله فتره، بقاله اسبوع او اسبوعين، هم الناس كمجلس اداره عملوا اللي عليهم. زي ما قلت لحضرتك يمكن اسوان برغم ان عدم ابرام اي صفقات بسبب الوقف للاعبه النيجيري رافائيل، الا ان هو عمل 5 معسكرات، معسكرين داخل اسوان و3 خارج اسوان، وده من النوادر في فريق الكوره ان هو يعمل ده يعتبر شيء كويس بالنسبه لك؟ طبعا بالنسبه له عشان يقدر يعوض او يعمل الانسجام اللي احنا اتكلمنا عليه من اللعيبه الناشئين اللي قد يكونوا 15 او 16 ناشئ منهم ناشئ 2009. وعمال هو طبعا شغال الميديا بتاعته على الصفحه بقالها اكتر من اسبوع، دايما بيذكر الصفقات بتاعته اللي هي مفيش صفقات وان احنا بنلعب بالناشئين بالشباب الصغير مواليد 2009
9 و2000 ومش عارف ايه بالظبط، يحط 9 و6 و... فعنده مجموعه من الناشئين قد تكون زي ما قلت لحضرتك، يمكن انا بفكر كده بصوت عالي كان بيخدع السكه. طب هيخدع الباقي ازاي؟ انا خلاص يمكن هو البدايه بالنسبه له، هو بدا النهارده ما ياخد 3 بونت من السكه زي ما قال طارق من ارض السكه حديد طبعا الشرائيه الماليه اللي هو شغال بيشتري بيها. لا ده بالنسبه له هيفرق جامد جدا جدا. هو عنده المباراه اللي جايه الكهرباء في الكهرباء النهارده، لما يكسب كمان الكهرباء في ملعبه لا ده هيفرق معاه كتير، حتى لو هو هيمشي يعني بعد كده ممكن يمشي وحش، لكن هو بالنسبه له زي ما قال طارق الروح القتاليه فرقت معاه جدا جدا المباراه النهارده برغم الاخطاء الدفاعيه اللي حصلت، انما يمكن السكه ما قدمش اللي انا اتكلمت فيه في بدايه اللقاء. قلت لك خلي بالك يوم 7/9 كان اول تمرين لاحمد عبد الرؤوف على السكه. خلينا نبص على البنالتي تاني اشرف بعد اذنك كده عشان جالنا حكم دولي قال لنا هو الزاويه دي بتقول يعني وتقوله بس محدش واضح يعني، ممكن لو في كادر تاني شايفها بنالتي برضو مش عارف يعني. مش عارف يعني هو الكادر ده ممكن يدي الاشاره لكن ممكن يبقى في زاويه تانية تقول حاجه تانية، لكن في الاخر الحكم حكم بحسب ضربه الجزاء والهدف هو الذي فازت به او ضربه الجزاء اللي فاز بها اسوان على السكه. طيب نكمل بعض في السكه، هل الكابتن احمد عبد الرؤوف تعامل النهارده مع المباراه بشكل خاطئ من البدايه فنيا؟ ما اقدرش اقول بشكل خاطئ، ما فيش مدير فني بيبتدي بشكل خاطئ ويكون متعمد، لان هو المفروض ان هو دارس متعمد. هو دارس اسوان، اسوان كتاب مفتوح لاي فريق الدوري مش عشان ما غيرش، ما فيش صفقات. الولاد اللي عنده ولاد من السنه اللي فاتت موجودين، بالاضافه للفرقه اللي هم الصغيرين الناشئين لعب منهم النهارده 2 أو 3 مش كتير، لكن الفرقه معروفه من بدايه لاي حد. بص اللقطه دي يا اشرف بعد اذنك، هي دي لقطه المباراه، دي الاسلام الشوط الاول اسلام دي لقطه المباراه من وجهه نظري. بص هنا في غلط كبير جدا من الاثنين المساكينه. بص ده بعد الهدف كمان خلي بالك، بعد ضربه الجزاء رد فعل قوي جدا، ولكن انا قلت لك يمكن يكون التدريب او نزول احمد عبد الرؤوف. طبعا رضا شحاته هو اللي ابتدى الموسم لمده حوالي شهر ونص، جاب بعض الصفقات في منها قعد مع احمد عبد الرؤوف في منها مشي. ولكن الشهر انا من وجهه نظري عشان احط 9 صفقات جديده في بدايه مباراه وانا موجود مع الفرقه بقالي شهر. طب سلاح شو حدين زي ما قلت لك كابتن اشرف، هو ابقى قد ايه؟ ابقى 11 لاعب مثلا في المراكز اللي حارس مرمى ومدافعين على ولا ابقى ممكن يكون على ما جه في شهر 9. طبعا هو مش هيقعد لعيبه ويمشي في شهر 9 لان القيد خلاص يعني، في لعيبه مشيت من الموسم اللي فات وفي لعيبه باعوها، فقد يكون اللعيبه الكويسه اللي موجوده مش هي القوام اللي هيلعب بيه. فعشان كده قلت لك قد يكون في صعوبه لاحمد عبد الرؤوف في الانسجام بالنسبه ان هو شهر او 31 يوم بالظبط ان هو يقدر يعمل صفقات، تكون 9 صفقات موجودين في الملعب. ده ممكن يعمل له مشكله، وانا قلت لك في بدايه الحلقه ده سلاح ذو حدين، قد يكون الصفقات الجديده عايزين يثبتوا نفسهم، فالتوتر بان عليهم حتى في بدايه الشوط الثاني. كنا متوقعين الاداء يبقى احسن، الكثافه الهجوميه، الشراسه الهجوميه، النهارده شفنا السكه 45 دقيقه مفيش شراسه هجوميه، لكن احنا اتكلمنا الشوط الثاني طبعا حالات كتير جدا، انت بتكون 8 متمركزين من دفاع اسوان معاهم 2 أو 3 بس مهاجمين السكه، هتعمل ايه؟ فين الشراسه اللي النهارده الراجل المتفرج او اللي بره اللعيبه اللي بره تقول لا ده في 7 أو 8 رايحين، لان بالتالي ما عندكش لعيبه اسوان بتهاجم، خلاص هو بيلعب على الهجمه المرتده، واحد زي 2 في الاخر، اخر 5 دقائق لازم اهاجم ويبقى في كثافه وشراسه عشان اقدر اجيب هدف عادي. كابتن طارق، هل شعرت انه لعيبه السكه احساس ان احنا نقدر نفوز في اي وقت؟ احنا الفريق الاعلى والاغلى دلوقتي موجود مع فريق اسوان ايقاف قيد بيلعبوا بشباب، ده النتيجه بتاعته الخساره؟ لا عارف نتيجه الخساره ايه؟ التهور والتسرع عند السكه، عند السكه الحديد. هم مستعجلين الفوز قوي، مستعجلين المكسب قوي، حاسين ان هم هل ده جيلهم من الدكه؟ احساس جاي من الدكه لا مثلا؟ من الامكانيات انا كتيم، من المصاريف اللي اتصرفت، من الكواليتي بتاع اللعيب اللي موجود، ده بيديك ان انا ايه؟ يلا انزل خلص، يلا دلوقتي هنخلص، اللعيبه حتى ممكن تبقى شعور داخلي جوه اللعيب، انما الاصل في الموضوع ايه؟ انا ممكن العب هادي جدا واعرف اكسب، لو التسرع والسرعه اللي عندي هي اللي ممكن تفقدني التركيز بتاعي في الباص الاخير، لان في اكتر من كوره بعيد عن تالق حارس مرمى نادي اسوان اسلام سليمان، في اكتر من كره انا بحس ان فيها تسرع من لعيبه اسوان، احمد حسين لعيبه السكه، احمد حسين الشوط الاولاني الانفراد مستحيل انا احمد يتمرن تحت ايدي، مستحيل احمد حسين يعمل دي ابدا. طب تعالى بقى نروح مع بعض كده نشوف الكابتن حسام عبد العال المدير الفني لاسوان قال ايه بعد المباراه. البدايه قدام البدايه مع فرقه كبيره وفرقه منظمه معاهم مدير فني، انا شخصيا رؤوف ده يعني اخويا وحبيبي، وشخصيا انا شايف ان رؤوف من المدربين الجامدين جدا اللي هيجوا بعد كده ان شاء الله، والمدربين اللي موجودين في مصر، وانا ان شاء الله بقول له يعني شد حيلك انت مدرب كبير عادي
يعني انت وارد قوي ان انا اكسب ماتش في البدايه زي ما كسبت كده والدنيا بالنسبه لي ما تمشيش احسن حاجه، وارد هو يخسر والدنيا بالنسبه له بعد كده تمشي احسن حاجه. فالبدايه البدايه عشان كمان احنا بالنسبه لنا البدايه بس مختلفه شويه هيما في موضوع دفعه معنويه. هي صعبه طبعا عشان احنا بنلعب نادي السكه، نادي كبير ورؤوف مدرب كبير، بس هي البدايه صعبه بالنسبه لنا احنا. انت عارف عندنا احنا حصل لنا مشكله في نهايات فتره الاعداد، يعني في نهايه فتره الاعداد بالظبط، وانا بفنش فتره الاعداد اللي بجهز ليها، يعني بفنش معسكر الدوري ان انا هيبقى بالظبط بقالي 10 ايام على الدوري، خلاص بقى الدنيا قفلت خالص، الكود بقى رسمي ان هو قفل. فطبعا كان معانا 12 صفقه لعيبه كبيره طبعا، وبشكرهم على اللي هم، على فكره بشكر اللعيبه ال 12 هم قعدوا معايا لاخر معسكر، وكانوا ممكن يضحوا بمستقبلهم ويضحوا ان هم ما يروحوش انديه عشان خاطر نادي اسوان وعشان خاطر يقعدوا معانا. فبشكرهم من خلال حضرتك ومن خلال الكباتن في الاستوديو. فهي بس ايه، انت عارف الفكره في البدايه والمكسب هو معنوي اكتر ما هو فني. معنوي عشان احنا داخلين من حاجه من موضوع القيد على المباراه، ومباراه صعبه مع قسم كبير. فالحمد لله الحمد لله بشكر اللعيبه طبعا، انت شفت اللعيبه رجاله، بشكرهم على تعبهم ومجهودهم، وان شاء الله نبني على كده. يعني هنفرح وكل حاجه، بس هنبني على كده. عندنا مباراه الكهرباء طبعا في ملعبنا في اسوان، مباراه صعبه، فهنبني ان شاء الله على كده ان شاء الله. كابتن حسام انا بشكرك شخصيا والف الف مبروك. انا كنت هسالك في حاجات كتير انت جاوبت لوحدك، بس زي ما قلت كده بالظبط الماتش معنوي اكتر منك. بس هي ما عاوز اقول لك حاجه، اتفضل. اخر حاجه والله، اتفضل. انا مش بحط اسباب للموسم. حسام عبد العال مش اسباب يا كابتن حسام، لما تبقى مدير فني وبتحضر للدوري وقبل اول ماتش ليك باسبوع يروح منك 12 صفقه. انا قبل الماتش قلت 15، قلت 15 صفقه راحوا، 12 صفقه ب 12 لعيب قوام اساسي للفرقه. لا انت النهارده بتعمل معجزه. لا بص يا هيما، انا بس الكلمه اللي عاوز اقولها للناس الساده المشاهدين وجماهير اسوان، انا طبعا بشكر جدا جماهير اسوان اللي جات لنا ال 20 او 25 واحد اللي جم، بنشكرهم، وده الفوز عشان خاطرهم والله. يعني الناس دي تعبت 14 ساعه سفر فالفوز عشان خاطرهم. انا الفكره اللي انا بقولها يا هيما مش اسباب، انا ما بطلعش اسباب لي بعد كده. يعني انا حسام عبد العال ما بقولش ان انا اصل انا معايا 26 لعيب، فبعد كده ما يحصل لا قدر الله خساره او تعادل اقول لا ما اصل انا القيد قفل عليا. لا لا لا، احنا هنشتغل وهنقاتل عشان خاطر الناس اسوان جماهيرها وعشان خاطر النادي، واللي كاتبه ربنا في الاخر يكون. وبشكرك يا هيما والله، بشكرك حبيبي يا هيما، حبيبي حبيبي حبيبي. كلام منطقي جدا من الكابتن حسام عبد العال، وكلام يقول انه مركز قوي في الدوري والموسم. يعني عندي مشاكل، لكن مش معناها ان انا اتراخى واكبر دماغي، لا بجتهد وبسعى ان انا اعمل حاجه وعمل، بعيدا ان ندي حق كابتن احمد عبد الرؤوف طبعا في الكلام. كابتن طارق، كابتن حسام بيقول انا راح مني 12 لاعب قبل اسبوع من الدوري لكن اجتهدت وفزت. هل انت شايف انه زي ما ابراهيم بيقول له ان ده ممكن ياثر على الفريق خلال الموسم؟ غصب عنه هيعمل كده، غصب عنه هيأثر، خد بالك طبعا. عشان بس ايه، هو الراجل محترم قوي، صحيح، ما قال لك انا مش بدي مبررات. يعني انا مش عارف اللي جاي ايه بكره، انما ممكن بكره تكون الظروف صعبه جدا عليا بسبب ان انا 12 صفقه جديده مره واحده، يعني قوام تيم كامل طار مني في اخر اسبوع. فاوريدي المفروض واحد غيره يقول لك لا انا يا جماعه النهارده، هو حتى قالها بطريقه غير مباشره ان النهارده فوز معنوي. النهارده فوز روح قلب لعيبه، لعيبه رجاله بجد، مش جزء فني لو اكتر من روح اللعيبه. الله ينور عليك، زي ما احنا بنقول بالظبط، بيقولي ان انا فنيات ممكن ما ابقاش اعلى حاجه، بس انا عندي لعيبه رجاله بجد قدروا يقاتلوا في الملعب، قدروا يطلعوا كل ال 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 القوة البدنية اللي عندهم ان نقدر نعدي بالماتش النهاردة. انما بكرة في ايه؟ بكرة صعب جدا على اسوان، لان خد بالك انت مع استمرار الماتشات واستمرار لا قدر الله الاصابات اللي ممكن تحصل لك، الغيابات اللي ممكن تحصل لك، النواقص اللي ممكن تحصل، لا الامور هتبقى صعبة جدا بالنسبة لاسوان. وده برضو عشان حسام عبد العال ياخد حقه، لان بكرة لو حصل حاجة او في الفترة اللي جاية حصل حاجة مع حسام، فحسام معذور بنسبة 100%، لان مفيش مدرب في العالم مرة واحدة كابتن أشرف يغيب منه 12 لعيب ويستمر بالشكل. طب كابتن أشرف، لو انتهى الموسم بالظروف اللي موجود فيها، يعني يجي يناير وما قدروش يفكوا القيد، وفي الأغلب مش هيفكوا القيد، لكن أسوان أبقت في الدوري، هل أنت شايف إنه بالحالة دي ده إنجاز كبير لأسوان؟ طبعا بالنسبة لي أنا طبعا أسوان، لا إنجاز كبير جدا جدا. النهاردة أنت بتجيب 20 و25 صفقة و22 صفقة وبتنزل، بتصرف 10 و12 و13 مليون وبتنزل. لا أسوان النهاردة مع مجموعة الناشئين الموجودين دول بالقايمة اللي هي كلها على بعض حوالي 32 لعيب، منهم 16 17 ناشئ،
لا والقيد مقفول في الصيف وكمان في فترة الشتاء مقفول، لا يبقى ده يبقى حسام عمل انجاز، ده هو استمر معاهم. وزي ما احنا قبل كلمة حسام قلنا ايه، قلنا مش شرط النهاردة تكسب، لا اللي بعد كده صعب، واكد على كلام طارق طبعا مدرب كبير، لا صعب صعب ان انت بتستمر 38 مباراة بهذه القايمة مع ضغط الدوري اللي انت هتيجي في وقت هتلعب كل 5 ايام والدوري 10 شهور كتير جدا. على النهارده الفرقه بتبقى عندها 36 و37 لعيب، وبيقول انا يمكن يكون محتاج لعيبه تاني وبيصعد من الناشئين، لانه عنده طول الدوري هيحتاج لعيبه كتير جدا جدا. مع النهارده الدوري المحترفين ده مع الكواليتي بتاع الدرجه الثانيه او لعيب الدرجه الثانيه، مع تاتش ان هو يلعب كل اسبوع مباراه للمده الطويله دي، فمليون في المية اعداد ان ما كانش اعداد كويس جدا والولد متأسس من صغره هيبقى فيه اصابات عضلية على المدار الطويل جدا، فهتيجي من اسبوع التاسع من اسبوع العاشر هتلاقي بعض الفرق فيها اصابات كتير جدا هيعمل لهم مشكلة في نهاية الموسم. اتمنى اسوان فرقة جماهيرية، فرقتين المحافظة الوحيدين اللي في المجموعة من 20 فرقة فريق منتخب السويس كممثل لمحافظة السويس واسوان كممثل لاسوان من الاندية الجماهيرية المظلومة فعلا، انما انا اتمنى ان اسوان يبقى موجود في الدوري. بتمنى لهم التوفيق لان هم فرقه النهارده يستحقوا، بقول لهم الف مبروك. حسام عمل انجاز النهارده بالفوز بالثلاثه بونت، وهو راجل زي ما قال طارق راجل محترم، لان هو اتكلم على الواقع اللي هو فيه، الواقع بيقول ان هو كان عنده اخطاء فنيه كتير جدا والناس كلها عارفه الاخطاء الفنيه، ولكن الراجل بيتكلم على الروح معنوي او فوز معنوي والناس الجمهور اللي جات، لا يعني الموضوع بالنسبه له مبروك الثلاثه بونت لحسام وهارد لك طبعا لاحمد عبد. طيب لا كابتن طارق، كابتن حسام من اللحظه الاولى وفكره بناء الكوره رغم ان هو عارف ان عنده نواقص وعنده الخبرات مش كبيره، الاصرار ده معناه ايه بالنسبه له؟ هو سيستم لعب بتاعه على فكره حسام من ساعه ما طلع وبدا يشتغل تدريب هو ده سيستمه. انا بس الفكره بالنسبه لي طبعا حسام تاني وتالت ورابع، لما تكون انت مدرب وشغال باسلوب لعب او ستايل لعب معين وبتحافظ عليه ده حاجه عظيمه جدا جدا جدا, جدا. بس مش في كل مكان، يعني مش ايه في كل المباريات قصدي، لا مش في كل مكان. بمعنى ايه كل مكان؟ حلو قوي. انا دلوقتي عندي فرقه زي اسوان ما عملتش ترانسفير، ما عرفتش اجيب اللعيبه بتاعتي، ما عرفتش اجيب اللعيبه اللي تقدر تطبق لي اوريدي اسلوب لعبي، افضل اصر على الطريقه دي هتتعبك فيما بعد، لان في فرق خد هتحفظك. احمد عبد الرؤوف السنه اللي فاتت في الدوري الممتاز في بدايه الدوري كان مفاجاه كبيره جدا طبعًا جدا جدا طبعًا. مع شغل التحليل الاداء للفرق اللي بتلعب الكابتن احمد عبد الرؤوف خلاص قفلوا على بداوا يحفظوا طريقه لعبه واسلوب لعبه ويشتغلوا عليها كابتن اشرف تمام. بدا يبقى في غلطات وتظهر المشاكل الفنيه، فانت اوريدي اعمل حساب ان كل المدربين اللي بتلعبك بتتفرج عليك وبتشوفك، واحنا دلوقتي الحمد لله في قناه اون وشركه متحده بدات بتذيع الماتشات حتى بتاعتك، فاوريدي انت متشاف، فمتشاف هتبتدي تشتغل عليك فنيا، هتبتدي تشتغل عليك تكتيكيا، فلو في مدرب اشتغل على طريقه اللعب اللي انت شغال بيها خاصه ان خط الديفنس اللي انت بتبني بيه مش مركزهم فهتعاني كتير جدا. فانت نصيحتك للكابتن حسام مش في كل مكان تروح تلعب هو مدرب كبير وانا معاه في طريقه لعبه بس مش في كل مكان. صحيح. طيب تعالوا مع بعض نروح ملعب كهرباء الاسماعيليه ونشوف الاهداف بتاعت المباراه. وطبعا النتيجة 2-1 لضيروت، وكهرباء احرزت في الهدف الاول في الدقيقة 29 من ضربة جزاء، ديروت محمود عمر، وبعدين مؤمن ابراهيم اتعادل من ضربة جزاء لكهرباء الاسماعيلية، ومحمد عصام في النهاية في الدقيقة 89 لديروت احرز الهدف الثاني. فوز ديروت النهاردة بالنسبة لكابتن طارق وكابتن اشرف مفاجأة ولا امر طبيعي؟ لا هو مش هقول مفاجاه ولا امر طبيعي، لكن ديروت كلنا عارفين ان سيراميكا كليوباترا بيرعى هذا الفريق، فبالتالي ديروت فيها اكتر من 13 14 صفقه بيعدوا ان هم يطلعوا دوري ممتاز، وهم عارفين كده ديروت وفي مجلس اداره ديروت، وبالتالي هو ما يهموش اكتر من تعالى اعرض عندي ما عنديش مشكله، بس هيبقى فيه نتائج. الكهرباء عايز اقول ان اداره الكهرباء المهندس سامي ابو ورده راجل بيعمل او عامل لائحه او عامل حاله مع الكابتن ياسر الكناني والكابتن يعني مصطفى هنداوي مدير الكوره، مدينهم صلاحيات كبيره جدا جدا جدا، لائحه ماليه عاليه قوي قوي قوي، بينفذوا كل حاجه تقريبا في النادي، مدينهم كل الصلاحيات، فكنت يعني متوقع ان الكهرباء يكون افضل ويكون على كل حال. هنعرف دلوقتي من الكابتن علاء ابراهيم، هنروح نسمعه ونشوف هو بيقول ايه على مباراه ديروت.
رحيم الحمد لله فضل ونعمه من ربنا سبحانه وتعالى توفيق ربنا. احنا بنعمل تجربه فريده من نوعها. انت لو بصيت للفرقه النهارده 2003 و2004 و2005 اول مره يلعبوا دوري محترفين. اقول لك على حاجه، اتفضل. انت جايبهم منين؟ انا جايبهم منين؟ هم دول ناشئين سيراميكا. الحقيقه ان قطاع السيراميكا غني جدا، طلعنا السنه دي خمس لعيبه راحوا دوري ممتاز من السيزون اللي فات. قدرنا نصعد الحمد لله، ربنا وفقنا وقدرنا نصعد للمحترفين. النهارده اول مره يلعبوا الدرجه دي، وفي ناس اول مره يلعبوا درجه اولى. يعني انت عندك في 2-3 لعيبه النهارده اول مره يلعبوا درجه اولى، مش ناشئين، يعني هم ناشئين لكن دول اول مره يلعبوا درجه اولى. فالحمد لله الخامات كويسه، الحمد لله عندنا لعيبه كبيره بس سن صغير. محتاجين، انا كنت محتاج الماتش ده مهم جدا، كنت مركز فيه للثقه، لان اللعيبه دي كانت خايفه، اللي عندهم احسن من كده كمان الحقيقه. لكن ان شاء الله المواعيد اللي جايه دوري صعب، ان شاء الله ناخد، ان شاء الله نفرز لعيبه للدوري الممتاز، مش لسيراميكا بس، لمعظم. احنا على فكره احنا السنه دي طلعنا احمد فاروق لبتروجيت، راح اعاره من عندنا برضو، يعني عندنا كذا لعيب مطلوب فيه ناس من الجونه برضو. طب هل انتوا المخططين للصعود ولا اللي هو موجود كمرحله اللي احنا يعني بنفرغ فيها اللعيبه لنادي سيراميكا والانديه الدوري الممتاز، ولا ناويين على ايه السنه دي، او طموحاتكم ايه يا كابتن علاء؟ شوف يعني انا جيت قلت لك صعود يبقى انا يعني بنهزر، لكن احنا الطموح بتاعنا مش ملوش حدود. انا مش عايز اصعد دوري ممتاز، انا عايز اروح كاس العالم للانديه، يعني ده طموحي الشخصي وده قدرت اوصله للعيبه. لكن الهدف ايه؟ الهدف ان احنا بنعمل تجربه فريده من نوعها، ان احنا نفرز لعيبه كويسه. لعيبه كويسه هتيجي بنتائج كويسه، هتيجي باحتكاك قوي، هتيجي بدرجه زي درجه المحترفين، درجه قوي. فرحه واضحه للكابتن علاء، يعني لانه كمان بيلعب بلعيبه مواليد 2005 و2004 وعاوز يروح كاس العالم، دي حاجه كويسه. يعني نتمنى طبعا ان احنا نطلع النتائج تكون جميله وحلوه بالشكل ده، واللي جاي افضل. لكن تعالوا نروح مع بعض نشوف اهداف لافيينا والرايا في ملعب الاسيوطي. كابتن طارق، كابتن اشرف، يعني الاسيوطي متقدم، انهى المباراه 2-0 عبد الرحمن حارس المرمى طبعا، بس تعامل معاه عبد الرحمن سريعا، يعني ما خدش قراره متاخد من اول لحظه. يعني هو الهدف ده قرار، يعني هو الهدف اللي في اتخاذ القرار بسرعه. هدف تاني اهو. طبعا الكروس معمول والراجل الباك ليفت يعني سايبه بيعمل الكروس براحته، ما ضغطش عليه، فعشان كده يعني تنوع في الاهداف يا شادي، خد بالك. صحيح. جون من غلط وجون من كروس باس ولعيب دبل جوه، ضغط خالص، يعني في تنوع وفي شغل مدرب شغال. صحيح. طيب النتائج، اما نشوف مع بعض النتائج كابتن طارق، هنلاقي ان المقاولون فاز 4-3 على القناه. المقاولين يعني المفروض فريق كان يعتبر جاهز ومركز، والكل بيديله الادفانتج بتاع ان هو اللي يكون صاحب اول كارت للعوده للدوري الممتاز مره ثانيه. 4-3 دي اشاره لايه؟ صدام قوي جدا بين فرقتين كبار. اوعى تفتكر ان فرقه القناه سهله تحت. تمام. لا، ده من الفرق القويه جدا، اللي عندها برضو الامكانيات الماديه العاليه جدا، اللي عندها لعيبه من العيار الثقيل، اللعيبه عندهم هم في غلط واحد من وجهه نظري من السنه اللي فاتت عملوه، وهو الاستغناء عن اكرم عبد ربه لاعب دجله دلوقتي. اللي هو احرز الهدف امبارح في فوز دجله على في الماتش بتاع امبارح. فرقه القناه فرقه قويه جدا. على طنطا. فرقه القناه فرقه قويه جدا، فان المقاولين يبتدي على ملعب القناه الصعب قوي، اللي انا عارف ان هو صعب قوي وملعب صغير، فده ده نتيجه ايجابيه. طيب. جدا بالنسبه للمقاولين. صحيح. وطبعا القناه اهدر ضربه جزاء، كانت ممكن يبقى في تعادل. يعني تعالوا نروح لملعب الاسيوطي مره ثانيه ونشوف الكابتن احمد صلاح المدير الفني لافيينا قال ايه. انا بشكر ربنا طبعا على 3 بونت، بشكر طبعا اللعيبه على المجهود الكبير جدا اللي عملوه النهارده. انت فاهم بدايه الدوري بتبقى بدايه مهمه جدا، انت محتاج ان انا اخد 3 بونت، محتاج ان انا ارجع ثقه اللعيبه بدايه الدوري، اخد 3 بونت على ملعبي. عندنا مشوار كبير جدا للصعود الدوري الممتاز، راح عنك لعيبه واحنا شغالين بالاستراتيجيه اللي انت فاهمها، راح علينا لعيبه ودخلت لعيبه ثانيه مش متفاجئين من الحاجات دي، بل بالعكس احنا شغالين، وانا انت عارف انا من ابناء النادي هنا اهو شغال على الحته دي، فما عنديش مشكله. على قد ما بدايه الماتش وبدايه الدوري الماتش بيبقى صعب جدا، ما بقاش محتاج الاداء البروفيشنال قوي على قد ما اكون محتاج الثلاثة بونت. الثلاثة بونت هيخليهم داخلين الاسبوع اللي جاي عندهم ثقه، معاهم 3 بونت، خلاص رهبه اول ماتش طبيعي في اي حته كده بتبقى رهبه اول ماتش، فانت مش هتلاقي احسن حاجه في اول ماتش
في كل الماتشات هتلاقي الناس بتكسب 1-0 2-0 2-1 فمش هتلاقي كده. فانا بشكر ربنا طبعا على البدايه النهارده، بحمد ربنا وراضي جدا على اللعيبه كلها، لعيب لعيب وراضي على اداء اللعيبه بتاعت اللي بره والناس اللي موجوده، بشكر الجماهير ومجلس الاداره طبعا. كنت بتشفق النهارده على كاميني كان بيلعب والاربعه اللي قدامه الموسم اللي فات مش موجودين؟ مش بشفق عليه، احنا انا زي ما بقول لك انا من ابناء النادي، فانا عارف الاستراتيجيه بتاعت مستر محمود شغاله ازاي، وده السيستم اللي هو حطه من 2020. اللعيبه اللي هيجي ده هيمشي بعد سنتين، ده هيمشي بعد ثلاثه، فاحنا انا مش متفاجئ من الحاجات دي. ربنا يوفق الناس اللي مشيت طبعا كلها، واحنا الحمد لله عملنا اضافات كويسه، عملنا يعني مكملين معاكم في متابعه الاحداث بعد المباراه، وهنروح دلوقتي نشوف اهداف مباراه سبورتنج وبترول اسيوط اللي انتهت ب 2-0 لسبورتنج. الاحرز الهدف الاول رزق عبد الحليم، والهدف الثاني عبد الرحمن اجويرو لاعب الغزل المحله ومنتخب الاولمبي السابق. هدف واضح جدا الضغط من اول لحظه، وان سبورتنج يعني انهى الهدف بذكاء شديد. كابتن طارق، يعني تقدم سبورتنج وفوز سبورتنج ده بالنسبه لك يعني اشاره لان سبورتنج بيكمل المشوار اللي كان قريب قوي من ان يكون يعمل نتيجه ما حصلتش قبل كده والصعود الدوري ممتاز؟ لا، هو طبعا الفرص متاحه لكل الناس والامور متاحه لكل الفرق، بس الفكره مين صاحب النفس الطويل اللي هيقدر يكمل؟ مين اللي عنده المقدره ان هو يقدر يكمل في النتائج وفي المباريات في الفتره الجايه؟ عشان كده لما حتى علقت على كلام الكابتن حسام قلت الله يكون في عونه، والظروف ممكن تبقى صعبه الفتره الجايه، انما فرقه سبورتنج فرقه بروميسنج جدا، بروميسنج، عملوا صفقات كتير وعملوا صفقات جديده كويسه، انما هل هيبقى عندك النفس الطويل ان انت تقدر تكمل في النتائج الايجابيه بتاعتك وتقدر توصل؟ انا بتكلم على كل الفرق على فكره، مش بس سبورتنج، يعني هو الدوري كله، مين اللي هيقدر يكمل بنفس المستوى وبنفس الروح القتاليه وبنفس النفس الطويل لنهايه الدوري عشان يقدر يصعد بيه؟ طيب تعالى نروح نسمع الكابتن احمد فاروق المدير الفني لسبورتنج ونعرف مين اللي هيكمل لاخر الدوري. الحمد لله رب العالمين، مش كل اللي احنا عايزينه قوي، احنا واخدين كميه انذارات صعبة واتنين طرد في ماتش مفهوش شدة يعني للدرجة دي، لكن الحمد لله على المكسب. بدايات دايما بتبقى صعبة، واحنا اصلا ظروفنا صعبة جدا جدا يعني في حاجات كتير جدا، فعشان كده كنا مضغوطين، ولكن ربنا كرمنا الحمد لله، 3 بونت مهمين في بداية المشوار. تغييرات هجومية اسفرت النهاردة عن الفوز ب3 نقاط؟ لا والله مش تغييرات هجومية ولا حاجة، في لعيبة كانت ادائها مش هو مستواها بين الشوط الاول، ودخلت اتكلمت معاهم، هم افضل ناس الشوط الثاني. التغير في اداء اللعيبه هو اللي فرق، انا ما بداتش بتغييرات، لكن تغير في اداء اللعيبه ده، مؤمن مهدي بتاع الشوط الاول غير بتاع الشوط الثاني، محمد سمير من افضل لعيبه مصر، يعني هو كان بيلعب مع مروان عطيه في نص ملعب نادي الاتحاد، هو بني ادم ثاني الشوط الثاني. الالفي عبد الستار، بالاضافه طبعا اللعيبه اللي نزلت، وده باكد على دور اللعيب اللي ما فيش حاجه اسمها بديل يا جماعه، طالما حضرتك دخلت قائمه ال20 انت لعيب مهم، يعني ممكن احتاج لك لو انا عايز ادافع زياده او اهاجم زياده، وده اللي بحاول اوصله، والحمد لله رب العالمين. يمكن رزق كان زعلان شويه انه قاعد برده مش النهارده، قبل كده في ماتشات وديه، وانا قلت له انت لا بتنزل وتكسبنا، وهو نزل كسبنا، ده مش معناه طبعا ان هو بيقعد، هو لعيب اساسي بالنسبه لي وعنصر اساسي واعتمد عليه في كل الماتشات، بس انا بتكلم لعيب اللعيبه الحمد لله هي اللي قدرت ان هي تعمل الكلام ده. شكرا. اذا مشاهدينا ومشاهدي اون تايم زورس كل مكان، ده كان لقائي مع الكابتن احمد فاروق المدير الفني لنادي سبورتنج. الان العوده لاستوديو التحليل والزميل العزيز شادي عيسى. رغم ان الكابتن احمد فاروق فايز فريقه، لكن تحس انه غضبان كده ومتضايق، عكس الكابتن علي ابراهيم اللي كان فرحان جدا بالفوز. حاجات يعني افكار غريبه للمديرين الفنيين، واحد فرحان عشان لعيبه شباب، وحد تحس انه زعلان يقول لك المستوى كان وحش. بس فزت يا كابتن احمد. على كل حال مكملين مع بعض، وهنروح للقناه والمقاولين ونشوف اهداف اللقاء الممتع. 7 اهداف كابتن اشرف، يعني 4-3 للمقاولون على ملعب القناه. الملاحظة بالنسبة لك ايه؟ الملاحظة في الأهداف لما تيجي تشوف النهاردة تحليل الأهداف، تمام، 7 أهداف اللي جم بداية من الدقيقة 11، دقيقة 11، دقيقة 13، دقيقة 22، دقيقة 34، جولين في نفس الدقيقة 52، إضاعة ضربة جزاء في الدقيقة 49، وهدف مصطفى سلطان للقناة في الدقيقة 90. ملاحظة بالنسبة لك يعني 41 دقيقة أحرز فيهم 6 أهداف للفرقتين. طب الفرقتين دول من الفرق المرشحة، القناة والمقاولين. النهارده كل فرقة بتجيب جول بيترد عليها، النهارده في الدقيقة 52 القناة بيجيب بيرد عليه في نفس الدقيقة المقاولين. طب هل الفرقتين ما فيهمش مجموعة لعيبة خبرات يقدر النهارده بعد إحراز الهدف يركز ذهنيا
تقنيا عشان ما يدخلش فيه الجول في نفس التوقيت. فالنهارده بتتكلم في 41 دقيقه بالظبط احرز 6 اهداف، وقد يكون الهدف السابع اللي ضيعه ضربه الجزاء اللي ضيعها حسام بركات في الدقيقه 49. فدي ملاحظه غريبه جدا، كان ممكن يبقى فيه 7 اهداف في 41 دقيقه في فرقتين كبار زي دول. طب تعالوا نسمع مع بعض الكابتن محمد مكي المدير الفني المقاولون بيقول ايه عن المباراه، وبرضه نعرف وجهه النظر الخاصه بتاع كابتن اشرف صحيحه ولا لا. الحمد لله طبعا فرقتين كبار جدا جدا، الاثنين فرقتين لهم تاريخ كبير جدا، المقاولين ونادي القناه. بدايه كانت صعبه، يعني ماتش كان صعب بالنسبه لنا اظن بالنسبه لهم، لكن بالنسبه لنا احنا كان ماتش صعب. بتلعب القناه في على ملعبها في اسماعيليه اول مباراه لينا، فمباراه كانت صعبه جدا. بشكر اللعيبه على الجهد الكبير جدا جدا اللي عملوه النهارده، بقول لهم مبروك، ودي ان شاء الله تكون خطوه ان شاء الله في اللي جاي، وبشكرهم على الجهد. احنا تقريبا شغالين بقى لنا 20 يوم بس، جبنا 21 صفقه، ده رقم كبير جدا جدا على فرقه. يعني لما دخلنا الفرقه بالظبط يوم 2/9 كانت الامور كانت صعبه جدا، كان معظم الفرقه ما كانتش موجوده، جبنا 21 صفقه زي ما قلت لك. في ناس لسه يا دوب داخله بقى لها 3 4 ايام، وناس 5 ايام، ما عملناش تقريبا اي حاجه، احنا حاولنا نجمع على قد ما نقدر. فانك كمان في اول مباراه ليك وانت لسه ما وصلتش لفورمه الماتشات، ان انت تكسب ماتش كبير زي دوت، وماتش مفتوح، يعني الماتش رايح جاي لينا ولنادي القناه. فالحمد لله على المكسب النهارده، ان شاء الله دي تبقى بدايه ان شاء الله لرجوع المقاولين تاني ان شاء الله المكان ده طبيعي ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك. انا اللي بشكركم طبعا ان انتم موجودين معانا في دوري المحترفين، اللي مش بتحسسونا ان احنا بنلعب درجه اقل من دوري ممتاز، فانا اللي بشكركم. شكرا شكرا شكرا. طبعا كابتن مكي هادي قوي في التعليقات بتاعته، وان كان يعني واثق في فريقه. كابتن طارق، المقاولين والفوز الصعب ده، هل معناه انه المنافسه ان كانت تبدو سهله لكن في الارض الواقع المباراه كل مباراه هي اللي هتقول كلمتها؟ هو مفيش مباراه سهله ولا ماتش منافسه سهله في الدوري ده خالص. تمام. انت اهم حاجه، هو مكي قال نقطه مهمه جدا يا شادي، قال لك انا عايز اجمع في الفتره دي على ما فرقتي تجهز بدنيا وفنيا، لان هو بيقول لك انا في خلال 20 يوم بدات اجهز لعيبتي وعملت 21 صفقه لعيبه جديد كلها كابتن اشرف. صح. فالموضوع صعب عليه جدا ان انت في 20 يوم تقدر تجهز عدد اللعيب ده كله وتقدر تخليهم في فورمه ماتشات وتقدر تعمل تجانس بينهم من بعضهم، صعب جدا. انما المنافسه شرسه جدا في البطوله دي، خاصة مع فرقة زي المقاولين لسه نازلة من فوق، والناس بصلها بصة مختلفة أو ليها نظرة مختلفة، صاحبة الإمكانيات والتاريخ. الله ينور عليك. فدي ليها حسابات كتير جدا مع الكابتن مكي، مع مجلس إدارة نادي المقاولين، مع كل اللعيبة اللي موجودة. فده اسم كبير جدا، لازم عشان تلعب فيه أو تبقى موجود معاه لازم يبقى ليك ستايل معين وستايل مختلف. أكيد 100% ال 21 صفقة دول مش ممكن فيهم ناس تقع منك في السكه، فيهم ناس مش على قد المسؤوليه، انما في الاول في الاخر هو الكابتن مكي بيشتغل فنيا على انه ازاي يعرف يطلع باكبر مكاسب ممكنه في الفتره الاولانيه مع بدايه لحد نص الدور الاولاني. بعد النص الدور الاولاني هيبقى الحساب كبير جدا بالنسبه للفرقه نفسها، او تعرف الفرقه دي رايحه لفين بالظبط. ليه؟ لان هتكون الامور بدات توضح يا كابتن اشرف، اللعيبه كلها دخلت فورمه ماتشات، الفرق كلها هتحاسب جدا على البونت، على الثلاثه بونت. صحيح. على كل جيم بيتلعبه هتبقى في حساب كبير جدا بالنسبه للمدربين وللعيبه والمميزات اللي بتحصل بالنسبه للفرق. فانت لازم كابتن مكي بيحاول ان هو يشتغل على في الفتره دي اشرف على ان هو ازاي يوصل بلعبته الاعلى فورمه عنده اللي بيقدر يكمل الدوري ويكمل الشكل اللي هو عايز يوصل له لحد نهايه الدوري. تمام. طيب تعالوا نروح لنتائج الجوله الاولى بقى، خلاص بدانا الدوري القسم الثاني. الف امبارح وادي دجله بيتقدم 1-0 على طنطا او بيفوز، والمصريه للاتصالات وبروكسي 1-1، والداخليه بتخسر من البلديه 1-0، ابو قير بيفوز 3-0 على المنصوره، الترسانه بيفوز على منتخب السويس 1-0، والنهارده القناه بيخسر من المقاولون 4-3، ولافينا بيفوز على الرايه 2-0. تمام. وكهرباء الاسماعيليه بيخسر 2-1 من بيروت، وسبورتنج بيفوز 2-0 على بترول اسيوط، والسكه الحديد بيخسر على ارضه قصاد اسوان بهدف وحيد. وده جدول الترتيب طبعا هنشوفه مع بعض دلوقتي، هنلاقي انه في المركز الاول ابو قير الاسمده، وراه سبورتنج ولافينا والمقاولون وديروت، وبعد كده عندنا الترسانه وادي دجله اسوان بلديه المحله المصريه للاتصالات بروكسي
طنطا منتخب السويس سكه حديد داخليه، دي الفرق اللي خدت بقى خساير اللي خسرت في النهايه يعني. طيب اخر حاجه كهربت الاسماعيليه رايه بترول اسيوط المنصوره، والقناه قلناها في الاول وبعدين قناه الاسماعيليه رايه بترول اسيوط المنصوره. في نهايه الاستوديو طبعا بشكر الكابتن الكبير طارق السيد والكابتن اشرف امين على وجودهم معانا، واستمتعنا يعني النهارده باهدافه، كانت اهداف غزيره وكثيره، وبشكر كابتن طارق ونورتنا حبيبي. سعيد جدا انا معاك النهارده شادي ومع كابتن اشرف. بشكر كابتن اشرف ونورتنا دايما. شكرا جزيلا، نلتقي في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. اشكركم، وكان يعني استوديو جميل واهداف كتيره، والنهارده متابعه مباريات كتيره، وكالعاده مستمرين وهنتابع دايما القسم الثاني مبارياته هنا دايما موجودين. سلام عليكم.